بالحديث عن ترميم الصورة الذهنية للولايات المتحدة الآن، كيف يمكن أن يتسق الموقف في ظل ظهور رافض لهذه السياسات الأمريكية في المنطقة وهو روسيا، بعد تصريحات الرئيس الروسي يوم أمس بأن السياسات الأمريكية الخاطئة في المنطقة أودت إلى ما أودت، وهو ضد عمليات هذا عمليات التصعيد هذه؟ يعني وجهة نظري، الولايات المتحدة أحد الأسباب الرئيسية لموجة عدم الاستقرار الممتد في المنطقة الشرق الأوسط. أولا، لا توجد هناك استراتيجية واضحة فيما يرتبط بالإبقاء على القوات الأمريكية أو خروج القوات الأمريكية من الإقليم، بل منذ تقنين هذا الوجود سواء في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 عبر غزو أفغانستان في 2001 وغزو العراق 2003 وإسقاط نظام صدام حسين، لم تستقر أفغانستان ولم تستقر العراق ولم تستقر المنطقة. في الموجة الحراك الثوري العربي، توجه الولايات المتحدة لم يكن منحازا لدعم الدول الصديقة، لا سواء في مصر أو في تونس أو في اليمن، وحتى موقفها تجاه بعض النظم المنواة مثل سوريا وليبيا لم يكن في محله، وبالتالي ده بيوضح كان بينحاز لتوجهات الرأي العام الغاضب، بما يجعل أنه ليس هناك توجه مرتبط بماذا يجري في تلك الدول، ما هي القوى الحية التي ينبغي التعامل معها. الأكثر أهمية من ذلك أن الولايات المتحدة لم يكن لديها مواقف تذكر فيما يرتبط بمساحات للضغط على إسرائيل، بغض النظر عن طبيعة تلك الإدارة سواء كانت إدارة جمهورية أو ديمقراطية. بالفعل الإدارات الجمهورية هي أكثر انحيازا لإسرائيل، لكن على جانب آخر الإدارة الحالية وهي إدارة بايدن منحازة أيضا، وربما أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية في العام المقبل، يحتاج الرئيس بايدن إلى أصوات اللوبي الصهيوني بحيث تكون دعما وسندا له في الانتخابات. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية يحركها مصلحة أساسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الحفاظ على أمن إسرائيل وتأمين إمدادات النفط في ظل السياقات الدولية، كما أشرت حضرتك أن هناك طلب على أدوار دولية متصاعدة تقوم بها في بعض الأحيان روسيا وفي أحيان أخرى تقوم بها الصين. لا يعني ذلك أن هذه الدول هي مؤهلة لأخذ المكان أو ملء الفراغ، لكن نتيجة اهتزاز صورة واشنطن وضعف الثقة من جانب الحلفاء الرئيسيين لها يجعل التفكير في خيارات بديلة لتعزيز العلاقات مع قوة أخرى مثل روسيا على سبيل المثال، وده واضح جدا في اتجاهات مواقف دول الإقليم تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. بالفعل لم يكن هناك انحياز فج تجاه روسيا، لكن لم يتم الرضوخ لمواقف الولايات للطلبات الأمريكية بخصوص الدعم العربي أو الدعم الشرق الأوسط لما يحدث هنالك في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا. طيب بالضبط. سيد محمد، كيف بالإمكان الآن استثمار هذه الحالة، حالة السياسات الخاطئة للولايات المتحدة كما تقول في المنطقة، من قبل الفلسطينيين، من قبل الدول الإقليم، للضغط لإعادة قضية الدولتين، حل الدولتين، الذي تقريبا هذه القضية في العشر سنوات الماضية وفق المراقبين أن هذه القضية تقريبا ماتت؟ بالفعل عاشت القضية الفلسطينية حالة من الموت الأكلينيكي، أعتقد في مرحلة ما بعد
سيطرة حماس على قطاع غزة بعد إجراء الانتخابات في 2006، لكن تشاء الأقدار وده كان بيعززه حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، انشغال الدول العربية بقضايا مركزية أخرى بخلاف القضية الفلسطينية، الموضوع الخاص بالاهتمام بتعزيز دور بنى الدول الوطنية، كيف يمكن الخروج من حالة الصراعات المسلحة في عدد من الدول، سوريا، ليبيا، اليمن، كيف يمكن مواجهة التنظيمات داعش وغيرها، تنظيمات الإرهابية في سيناء فكيف يمكن، يعني كان هناك سياقات إقليمية تجعل أن للدول العربية هموم مركزية أخرى. طبعا نجحت من وجهة نظري، ما جرى في 7 أكتوبر الماضي يختلف عن مرحلة ما قبله، لأن نحن إذا أخي الكريم مواجهة ما بين جيش نظامي وبين جماعة إسلامية مسلحة استطاعت أن تحدث ارتباكا وخسائر بشرية ومادية، يعني من حيث ما نشوف المنسوب الرسمي البياني لعدد القتلى، الجرحى، المفقودين، النازحين، الأسرى سواء المدنيين أو العسكريين، هنلاقي إن هو بيتزايد يوم من بعض آخر، وده بيلقي المزيد من الأوراق التفاوضية لحماس رغم اشتداد الضغوط عليها في مواجهة إسرائيل، لأن إسرائيل تدرك أن محاولتها لتصدير الصورة بأنها تمتلك جيش لا يقهر صار لدى الرأي العام الدولي أنها أقرب إلى نمر من ورق، وأن أيضا أن قدرة حماس على إصابة الردع الإسرائيلي بضرر شديد وعدم القدرة أجهزة الاستخبارات سواء الأمنية أو العسكرية المساعد الشباك على توقع من خلال إنذار مبكر لتلك العملية من ناحية، أو حتى التعامل المباشر بعد وقوعها من جانب آخر، ده جعل أن بنيامين نتنياهو يفكر في كيف يمكن تحقيق هدفين رئيسيين من وجهة نظره، وهو كيف يمكن استئصال حركة حماس، وكيف يمكن جعل قطاع غزة بلا تسليح عسكري. وأنا أعتقد مهما كانت الضربات الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة لن تستطيع تحقيق ذلك، لأن المقاومة صار لها أنياب، بل وأن حركة حماس وحركات الفصائل الفلسطينية الأخرى مثل الجهاد وغيرها استطاعت إن هي تقدم بعدا جديدا أخي الكريم، وهي كيف ليس فقط القيام بالضربات العسكرية المحدودة، وإنما كيف يمكن التعامل مع منطق الحرب المفتوح. دكتور محمد، يعني وأعتذر منك يعني حقيقة لعدم قول دكتور في بداية حديثنا، نعتذر لك دكتور محمد. يعني إذا ما تحدثنا الآن عن العلاقات المشتركة الإقليمية تحديدا، اليوم هنالك خبر أقرأه بأن وزير خارجية تركيا يتوجه إلى مصر لبحث مستجدات الأوضاع في فلسطين. فهذه العلاقات الإقليمية، هل يعني جددت هذه العملية طوفان الأقصى الروح في إحياء العلاقات الإقليمية أكثر؟ لا، هذه الزيارة زيارة كاشفة وليست زيارة. هذا كمثل، أنا ذكرت الزيارة كمثل. أشكر حضرتك. نعم. أشكر حضرتك. نعم. هو يعني ذكرها مهم، لأن حالة العلاقات الإقليمية كانت بيغلب عليها منذ عامين الاتجاه إلى تفكيك الأزمات الإقليمية، القدرة على تجاوز الاستقطابات اللي كانت يعني قائمة في حالة
الشرق الأوسط على مدى عقد كامل. نعم. يعني أما نجد كما أشرت حضرتك. عفوا وأنت تتحدث دكتور عفوا يعني هناك نشهد على الشاشة الصورة المباشرة لإضاء ساحة المعركة، وهذه القنابل المضيئة التي تستخدمها إسرائيل ربما لكشف ساحة، ربما هناك تسلل في شرق عفوا في شمال أو الشمال الشرقي للقطاع، ربما هناك تسلل لمقاومين أو ما إلى ذلك. نعم دكتور تفضل. فاستعادة للعلاقات مرة أخرى. نعم. ما بين مصر وتركيا، الرئيس التركي قام بالاتصال بالرئيس المصري، وزير الخارجية التركية بيزور مصر، هناك تجاوز لحالة التوترات الممتدة في العلاقات ما بين مصر وقطر في إطار أزمة دول الرباعي العربي، كذلك الحال بالنسبة للعلاقات السعودية بتركيا، علاقات الإمارات بتركيا، علاقات المحيط العربي بالنظام السوري. يعني المناخ قائم حول تفكيك بنى الأزمات الإقليمية، لأن دول الإقليم أدركت بشكل لا يجعل مجال للشك أن تكلفة السلم أقل بكثير من تكلفة الحرب أو الانخراط في موجة صراع. يعني ما تيجي تشوف حضرتك لا توجد أي دولة قادرة على أنها تمضي قدما في طريق الصراع، ما بالنا عندما نطبق ذلك على حال القضية الفلسطينية. وتصريحات الرئيس السيسي في مناسبات مختلفة بأنه لابد أو يقتضي أن يتم التعامل مع بعض القضايا المزمنة في المنطقة في مقدمتها القضية الفلسطينية. نعم. ويقوم بحل واضح ومباشر، وهو إقامة حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة متكاملة الأركان ذات تسليح على حدود قبل 5 يونيو 67. هذا ما لا تحاول القيام به إسرائيل، فتكون النتيجة مثل هذه الأوضاع. نعم دكتور محمد، يعني الحديث أيضا عن المواقف العربية بالإضافة إلى الموقف المصري، هناك الموقف السعودي، الموقف الإماراتي، والموقف القطري، وهذه المواقف كلها تقريبا اجتمعت على ضرورة إيقاف هذا النزيف من الدم في غزة. مصر كانت دائما سباقة في عمليات التهدئة وعمليات وقف إطلاق النار، وكان آخر ذلك حتى ما في المواجهة الأخيرة التي ربما انفردت مصر بعمليات الإعمار داخل غزة. بالتالي لكن المشهد الآن في ظل هذا الدمار الهائل، يعني هذا الدمار ربما لأول مرة يشهد القطاع دمارا بهذا الحجم وقصفا عشوائيا بهذا الشكل، كيف برأيك ستكون عمليات أو سيكون الجهد المصري والجهد العربي والجهد الدولي لإيقاف هذا النزيف والذهاب إلى مسائل التنمية الأخرى؟ هناك تحدي حقيقي في تلك المواجهات لكيف يمكن الوصول لمرحلة أن تسكت المدافع. تستشعر إسرائيل أنها تلقت ضربة كبيرة وليست من جيش النظامي كما قلت. الصورة الذهنية عنها كدولة وكجيش لا يقهر، ومناعة واستباقية أجهزتها الأمنية والعسكرية، كل ذلك تبخر بدرجة كبيرة خلال ساعات قليلة، بما يجعل أن إسرائيل تفكر في رد أعمى. وأما نيجي نشوف حضرتك التصريحات الإسرائيلية خلال الستة أيام الماضية، إنه لن يتبقى من غزة سوى الدمار أو الخراب، وبالتالي نحن إزاء استراتيجية الأرض المحروقة التي تقوم بها إسرائيل. للأسف لا توجد قوة دولية تمتلك من الإرادة والقدرة والقوة أن تمنع إسرائيل من القيام بذلك.